سيدينا صباح الخير عليكم، واهلا وسهلا بكم في الفقره الرياضيه من على النايل تي في. النهارده عندنا مجموعه مهمه جدا ومميزه من تمارين عضلات الظهر، ومعاها هنلعب عضله الترابس. عضله الترابيس هي نص مساحه الظهر، لانها بتمثل نص مساحه الظهر بالفعل. فاوريدي في ناس كتير وهي بتلعب تمارين الظهر بتتجاهلها وما بتخليهاش في الحسبان. تعالوا مع بعض نشوف اهم وابرز تمارين عضلات الظهر والترابيس ونرجع لكم تاني. مشاهدينا رجعنا لكم، زي ما شفنا مجموعة التمارين بتاعة الظهر وازاي شفنا الترابيس بتتلعب ازاي، سواء كنت تلعبها بدمبل او بالمكنة اللي احنا كنا بنشتغل عليها. اهم حاجة ان الحركة بتاعتك بتكون بتركز فوق شوية وتنزل، مش عمال على بطال، عشان تدي فوكس اكتر لعضلة الترابس. في نهاية حلقتنا اتمنى يكون مجموع الحلقات اللي احنا عملناها كويس عجبتكم، ونستناكم ان شاء الله في حلقات تانية اجمل واحلى على قناة النايل تي في. En marge de la sixième retraite conjointe des représentants permanents et des commissions de l'Union africaine, notre collègue Mounad Deli, qui